بفقرتنا الطبية كمان رح نضل ضمن طقوس الأعياد. بفترة الأعياد يعني بتكتر الموائد العامرة، الحلويات، الأكلات بأنواعها، حتى بتكتر الوجبات الجاهزة. اليوم نحن بنصير بنتبع سلوكيات أو نمط غذائي خاطئ، حتى الأطفال اليوم بيروحوا أكثر للساندويش، للوجبات الجاهزة. يمكن هدول اللي مثل ما بنقول من عيدياتنا لهلا بنتذكرها نحن يا رشا. حتى ساحات العيد اليوم مليانة بأصناف الأكلات اللي بيحبوها الأطفال، اللي عم ياكلوا أكلات متنوعة اليوم. الأطفال كمان عم يتعرضوا لحرارة الشمس، بالإضافة عم يصير نوع من الإحراجات. يعني لما بتروحي بتعايدي من حدا لحدا بدك تنحرجي وتاكلي، لازم تذوقي هذا الحلو يعني. لو كنتي ما فيكي تاكلي، فبصير يمكن شوية تخربطات بالجسم. أكيد اليوم كل شيء ذكرتي يا ليلى، خاصة اليوم أنه نحن بموجة حر كتير قوي وفي تحذيرات منها، هاي القصة بتعمل بعض المشاكل الهضمية، تغيير النمط الغذائي خلال ساعات قليلة ممكن يعمل تلبك معه ويعمل حالات ممكن تؤدي لدخول المشافي. رح نتعرف اليوم نحن كيف قادرين نضبط النظام الصحي خلال هدول الايام، شو هي الممنوعات، وكيف نحن قادرين كمان نلتزم مع اطفالنا انه حتى لو كانوا خارج المنزل ما يروحوا للاكلات الملونه كرمال المشاكل الهضميه. وضيفتنا لليوم هي الاخصائيه التغذيه ديما سلوم. صباح الخير يا ديما، وكل عام وانت بالف خير. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. بدايه خلينا نحكي عن اكثر الامراض والاضطرابات اليوم اللي ممكن تصيبنا بهي الفتره، فتره الاعياد. لا يسعد صباحكم وكل عام وانتم بالف خير. هلا عم نشوف نحن هلا جاي فتره الاعياد مع موجات الحر، ففي كثير ممكن مشاكل يمكن نتعرض لها نتيجة الحر ونتيجة سوء النظام الغذائي اللي عم نتبعه. فممكن يصير حالات تسمم غذائي وخاصة مع الأطفال، ممكن اضطرابات بالكولون نتيجة تنوع الأغذية وكذا نوع من الأغذية، ممكن أغذية دسمة مع أغذية حارة مع باردة مع حلو، فبتعمل اضطرابات بالكولون. ممكن حالات الإسهال، حالات القيء، حالات التلبك المعوي، حرقة المعدة والأمعاء والمري، هن أكثر الحالات اللي بيكونوا منتشرين أكثر خلال فترة الأعياد. إجراءات بسيطة، يعني خلينا نقول إجراءات وقائية بسيطة هي قادرة مثلا تبعدنا أو تخفف من هي الحالات، شو أهم شيء؟ هلأ فينا نقول مثلا أنه نخفف طلعتنا خلال فترات الذروة الحرارة المرتفعة. ثاني شيء نختار نظامنا الغذائي بحيث أنه يكون هو ما يزيد التعب أو يزيد التأثيرات الجو علينا. يعني مثلا بدنا نحاول قد ما بنقدر نبتعد عن الأغذية الدسمة، المقالي، الحلويات اللي كتير دسمة، حتى إذا اضطرينا ناخد فبناخد كمية كتير قليلة لحصة، لحصة ونص أو حصتين من الحلويات. بدنا نحاول نخفف من الأكلات الحارة، الأكلات الدسمة، الأكلات المالحة اللي بتخلي دائما إحساس العطش عنا بالجسم. غير الحر بيزيد علينا كمان نوعية الأكل هاي، فبتسبب زيادة الإحساس بالعطش. نحاول قد ما فينا نخفف من الكافيين لأنه هو مضر للبول، فبيسحب كل السوائل والمي اللي عم نشربها نحن، فبنصير نشرب كميات مي زيادة كمان خلال فترات الحر. شو هي اليوم إذا بدنا نحكي عن الأكلات اللي هي يمكن تعطي رطوبة للجسم اليوم بدرجات الحرارة، ممكن تخفف من حدة الحرارة اللي نحن خصوصا بدرجات الحرارة؟ سبحان الله، يعني نحن دائما بنقول أنه كل فصل له ميزاته، ويفضل الناس أو يصير دارج عنا، هو دارج موجود فعلا يعني عند أغلب الناس، أنه نحن نتناول الأغذية الموسمية اللي موجودة بهذا الفصل. وهي الأغذية بتكون مناسبة لجميع التغيرات الحرارية والمناخية اللي بتكون بهذا الفصل أو خلال هاي الأشهر. كل غذاء بيكون مناسب لهي الفترة. فنحن بنشوف شو عنا مثلا هلأ فترة الصيف، عنا أكثر شيء بنلاقي تنوع بالفواكه وبالخضروات. المفروض أنه نحن نتناول 3-4 حصص فواكه خلال النهار، طبعا هذا الشخص السليم اللي ما بيعاني من امراض مثلا مثل مرض السكري. نتناول من 6-9 حصص من الخضروات كمان خلال النهار. في عنا مثلا اذا بدنا نقول الطبق الغذائي بناخذ نصه خضروات وربعه كربوهيدرات وربعه بروتين. طيب اليوم في بعض الحالات ممكن تظهر عليها اعراض تستدعي اليوم تدخل طبي او دخول الى المشفى، وفي بعض الحالات بتكون بسيطه، يعني ممكن اجراءات بسيطه بالبيت انه تختفي. شو هي اهم الاعراض اللي بتدلني انه انا اليوم هذا الشخص مفروض يكون في تدخل طبي له؟
هلا مثلا حسب كل حاله، بس بشكل عام لما يكون في عندنا درجه حراره مرتفعه مثلا فوق الـ40، في عندنا اسهال خاصه عند الاطفال. اذا كان الاسهال متكرر لعدد 5 مرات خلال اليوم وما عم يتوقف الاسهال مع درجه حراره، كمان هذا بيستدعي الطبيب. اذا في اسهال واقياء مع بعض كمان بيستدعي الطبيب. يعني في حالات بتكون واضحة مثلا إذا كان في إسهال وعطينا شوارد وعطينا أغذية للإسهال وما وقف كمان لازم حتى لو 2 3 لازم يروح كمان على الطبيب. كمان كثير من الأشخاص عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض السكري، أمراض القلب، ارتفاع الضغط أو هبوط الضغط الحاد. اليوم هدول الأشخاص أكثر عرضة للأمراض أو للاضطرابات، خلينا نقول بفترات العيد حتى بفترات الحر العالي. خلينا نقدم لهم شوية نصائح أنه اليوم كيف يتفادوا أنه ما يتعرضوا لكثير من المخاطر صحية. بدهم ينظموا غذائهم. يعني كان عندنا مثلا نحن اكثر شيء بنحكي على السكري والضغط، هن اكثر نوعين من الامراض المزمنه اللي بتتاثر بالغذاء بشكل مباشر، في منها بتاثر بشكل غير مباشر يعني على المدى البعيد مثل امراض القلب وهيك. فبس عندنا نحن مرضى الضغط ومرضى السكري هن اكثر اشخاص بيتاثروا بالغذاء اليومي، فبدنا نحاول نحن قد ما بنقدر يكون الحميه الغذائيه لهذا الشخص مضبوطه. في حال اضطرينا انه مثلا الشخص بده ياكل شيء معين من خارج الحميه، بده يعمل على انه يشيل وجبة من الوجبات اللي هو عم ياخدها. يعني مثلا مريض سكري نعزم على مثلا على مكان معين واضطر انه هو ياكل حلويات، فبيكون عنده مثلا وجبة عشاء او سناك بعد العشاء او وجبة عشاء المفروض انه هو ما يتناولهم اذا كان مضطر انه ياخد هاي الحلويات. بس بشكل عام لازم التخفيف من الحلويات والدسمة، المعجنات، اي شيء، اي نوع من انواع الاغذية اللي بتحتوي على نوع على كالوري عالي مثلا الكريمة، الشوكولا، بدنا نخفف. يعني هلا ممكن ناخذ حصه لحصتين وبنحذف شيء من وجباتنا اللي بعدها، واذا ما عملنا هيك بدنا نخفف. بالنسبه لمرضى الضغط كمان بدنا نخفف من الاغذيه المالحه، الاغذيه مثلا الموالح اللي بنقولها نحن مدخنه او شيء كمان هي بترفع الضغط. بدنا نخفف من كميه الملح اللي محطوط على الطعام. طيب اليوم نحن يعني اشخاص باعمار كبيره قادرين انه نحن نضبط الحاله، نضبط الشيء اللي عم ناخده، وخاصه وقت نقول حالات صدميه وارتفاع درجات حراره، ولكن اليوم انت ما يمكن مرافقه ابنك ان كان بساحات العيد ان كان خارج المنزل. اليوم الطفل بلفته اي لون يعني ملبس، غزله، اي شيء ملونات، يعني كمان هذا الشيء له تاثير جدا سلبي على الجهاز الهضمي. كيف نحن قادرين نحد من هاي القصه؟ يعني هلا فترة الأعياد كمان بتتزايد عند الأطفال، بيصيروا بتشهوا دائما للأكلات الجاهزة إن كانت حلويات، إن كانت شوكولا، إن كانت أساس فيها مواد صباغية، في مواد حافظة، كمان بيتجهوا أكثر شيء للوجبات الجاهزة اللي هي بتكون غنية بالدسم. بدنا ننتبه كثير على الأطفال من هذا الموضوع، لأنه هي بتعمل إسهالات، بتعمل حالات تسمم على الأطفال، خاصة إذا كانت الوجبات معرضة لدرجات الحرارة العالية. إذا كانت مكشوفة ما أنا مغطاة بالشمس ومعرضة لدرجات حرارة، فهذا الشيء بيشجع على نمو البكتيريا. يعني خلال مثلا ممكن تكون خلال نص ساعة تبلش الأكلة تفسد حسب نوعيتها وحسب مكوناتها. فبدنا ننتبه كثير على الأطفال من هاي الناحية، نحاول أنه نكون برفقة الأطفال أو أنه نشرف إشراف غير مباشر عليهم، أنه نكون نعرف أنه هذا الطفل شو بده ياخذ، شو بده يشتري، شو بده يجيب. نحاول قدر الإمكان نخفف للأطفال ولألنا من الأكل النيء مثلا، خاصة اللحوم، الأسماك، البيض، الشغلات اللي الوجبات اللي بقلبها أكل نيء، أو الساندويش والوجبات الجاهزة المحطوط بقلبها خضار مقطعة ممكن يكون منها رح يفسد أو ممكن يكون منها ما أنه مغسول بشكل جيد، فبتكتر البكتيريا بهي الفترات خاصة فترات الشوب. بالنسبة للأطفال بدنا يكون في عنا إشراف مباشر على غذائهم، نعرف إنه شو عم يشتروا وشو عم هي، أما نحن نجيب لهم. تمام، فاجباري يعني ما بدك تخلي الطفل هو لرغبته، اجباري بده يروح باتجاه الاكلات الجاهزه، الاكلات المكشوفه، الملونات، الشغلات اللي فيها مواد حافظه. فبصراحه يعني دائما بيصير فوضى بالعيد بالنمط الغذائي سواء للكبار او الصغار. لكن اليوم في حال صار حاله من التسمم او اي اعراض ظاهره اليوم على هدول الاطفال، شو ممكن الاهل يتصرفوا كاسعافات اوليه؟ يعني باعتبار فترات العيد ممكن يستبعدوا او يلاقوا دكتور قريب عليهم بهي الحالات. اليوم شو الحالات الاسعافيه اللي ممكن يستخدموها؟
هلا لقلك شو، في حالات ممكن الاهل ان هن يتجاوزوها، لما بيكون مثلا الطفل عم يعاني من الاسهال، في حاله اسهال مثلا 4 لـ5 مرات بس عم يتجاوب، عم ياكل، الطفل عم ياكل مثلا، عم نعطيه موز، عم نعطيه رز، عم نعطيه لبن، عم نعطيه بطاطا مسلوقه، فهو عم يتجاوب عم ياكل. اذا بهي الحاله بنضل على هذا النظام الغذائي ونجيب لتر مي ونحط عليه معلقه سكر معلقه ملح وبنضل بنعطيها في حال بس اسهال. اذا كان في عندنا بيعطي لليوم الملح والسكر مع بعض، هي شوارد بتعدل شوارد الجسم مشان ما يصير في عنده نقص بشوارد جفاف الجسم، تشفاف مي مغليه ولا مي عاديه من بس بنحط؟ هلا يفضل تكون هي مي معقمه، عرفتي كيف يعني؟ هلا نحن مية الحنفية بالنسبة لنا هي مية نظيفة يعني، فهي مية الحنفية كتير مناسبة، بتحط لها معلقة سكر معلقة ملح وشربوها هلا الطفل مع اللي قلت لك عنهم مثلا الموز الرز مع اللبن أو البطاطا المسلوقة. هدول الوجبات إذا عم يتناولهم الطفل عم ياخذهم حتى لو كان في عنده إسهال وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ممكن إنه نحن نضل على هاي يوم أو يومين مثلا لحتى نقدر نوصل لطبيب. بس في حالات أخرى مثلا إذا كان في إسهال وإقياء بنفس الوقت بيصير والطفل ما عم يجاوب أبدا لأي نوع من الأغذية، ما عم يقدر، حتى مثلا في أطفال بحالة الإقياء أو بحالات التسمم الغذائي بياكل الأكل مجرد ما وصلت على معدته فهو بيخرج أيام عن طريق الاستفراغ أو عن طريق الإسهال، فهي حالات تستدعي إجباري أنه يروح لأقرب مركز طبي أو لأقرب مشفى ويتابعه طبيب. طيب ديما اليوم قديش مهم تناول كميات كتير كبيرة من المي، خلينا نقول خلال هاي الفترة، اللي بيساعد أكيد بتنظيف الجسم وترطيبه يعني؟ هلا الامانه كثير مهم، لانه هلا انا مثلا اذا بقى عم باخذ بنهار 1500 كالوري فمفروض حاجه جسمي هي لتر ونص مي، وهيك نحن بنكمل، بس بحالات الشوب المفروض انه يكون في دائما مي بس ما نتجاوز اللترين ونص، لترين للترين ونص بالنسبه يعني نضيف نحن لتر على حاجتنا اليوميه. لانه كمان لما بيكون بنضيف مي كثير بصير في حالات تسمم بالماء، بيقولوا لها كمان فرط نقص شوارد بالجسم بصير في كثير خروجات. فلازم نحن نزيد استهلاكنا من المي، والمي ما تكون مثلجه، تكون يعني فينا نقول بارده شوي او قريبه لدرجه المي العاديه او بارده شوي، كمان ما تكون كثير بارده. في معلومه كثير مغلوطه هون، انه انت قد ما اخذتي كميات كبيره من المي هي عادي، ولكن صحيا وطبيا هذا الشيء غلط. اكيد انت عم تعملي ضغط على الكبد، اكيد تماما بهي على الكبد وعلى الكلاوي، بصير في حركه عاليه بالكلاوي فبتصير بتاخذ معها شو انت عم تاخذي فيتامينات ومعادن، بتسحبها وبتنزلها عن طريق البول، تمام؟ فنحن بصير في عنا نقص بالفيتامينات والمعادن بالجسم وبيجي معه نقص شوارد فبتعمل تشفاف، بتعمل حاله عكسيه. أكيد هيك بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد نتمنى لك عيد سعيد وكل عام وأنت بألف خير. تسلمي لك. شكرا ديما، كل عام وأنت بألف خير، نعاد عليكم بكل الخير هيك وكل الأمنيات الحلوة. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله عيد آمن على الجميع يا رب. آمين يا رب.